تأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه في هذا اليوم وفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى. ومن استديوهاتنا في إسطنبول نرحب بشيخنا حفظه الله تعالى ونحمد له صحته وعافيته، ونسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة نذكر بأرقام الهواتف إن شاء الله تعالى، وهي ترونها أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، والرقم الثاني 021-33-47-402، ورقم الأخير 021-33-47-403. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر، وتأتيكم كذلك تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى. إذا نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخنا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم، بارك الله حفظكم شيخنا، بارك الله فيكم. احنا سعداء جدا الحمد لله نراك اليوم في الاستوديوهات والاستوديو، وأنت في صحة وعافية، نسأل الله العظيم أن يمتعك بصحتك وعافيتك شيخنا، حفظك الله تعالى وبارك الله فيك. شيخنا، إحنا توقفنا منذ فترة عن درسنا اللي بدينا فيه حلقات وسلسلة البيوع وأنواعه، وإحنا تقريبا كنا في الحلقة 17 بعد غياب طويل نعود إن شاء الله تعالى مراجعة بسيطة ثم نأخذ موضوع. لكن قبل هذا شيخنا، نحن نريد أن نتحدث عن موضوع الساعة، وهو انتصار أهلنا في فلسطين في غزة، هذا الانتصار الكبير والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نصر المؤزر ونصر لما بعده بحول الله وقوته. شيخنا، نريد منكم كلمة بهذا اليوم العظيم، يوم النصر الكبير لأهلنا في غزة وفلسطين، لتثبيت قلوبهم وأقدامهم وحثهم على الثبات بحول الله وقوته. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لقد فرحنا هذا الأسبوع بانتصار الفئة المسلمة على الفئة الكافرة الظالمة، والمسألة تحتاج مني فقط إلى نقطتين خطرتا في وقتهما. الأولى أن بهذا الدرس نستوعب قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. لأنك إذا نظرت إلى المقدمات البشرية وما إلى ذلك، تجد المسلمين يعني لما تقيسهم بما عليه الكفرة من تجيج بالسلاح ومساعدة العالم بأسره لهم، يعني لا يخطر ببالك هذا النصر. أيوة. لكن الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء. الله أكبر. هذه قضية لا يتحكم فيها البشر. ولذلك ننصح إخواننا الذين قتلوا اليهود في هذه المعركة بعدم الاغترار، نعم، وأن يقولوا هذه أسلحتنا وهذه قوتنا، لكن يقولون هذا كله بتسخير الله سبحانه وتعالى وتهيئته لنا.
هذه نعم واحدة، والثانية أن يخططوا ويدبروا للمعارك القادمة، لأن العدو غدار. نعم ولذلك لا يطمئنوا له مهما أعطى من مواثيق وعهود، فإن ذلك لا يشكل شيئا عنده. والله. وبالتالي لابد من أخذ الحيطة وتدبير الأمور كما تقتضي الخطط الحربية، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم في كل في الماضي والمستقبل والحاضر. الماضي انتهى، ولكننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في الحاضر والمستقبل. ونحن لا نملك غير الدعاء، لكن الدعاء يفعل الأفاعيل. هذه لا شك في ذلك. نعم، وبالتالي نكثر من الدعاء، وندعو إخواننا المسلمين في كل مكان أن يكثروا من الدعاء، خصوصا أثناء سجودهم في الصلاة، فإن هذا الموضع محل إجابة، وهذه قضية لا يجهلها أحد، وقد وردت بها الآثار. وزيادة على الآثار فهذه مجربة حتى عندنا. نعم، لا شك أن ما دعوناه استجاب الله سبحانه وتعالى له. هذا الكلام سنة 2011. نعم، ومن دعونا عليهم من الظلمة أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. نعم، ولم يفلت من تلك الدعوات إلا الإنسان الآن لا أعلم ماذا حدث له، لكن ما أنا الله سبحانه وتعالى لا شك إذا استجاب دعاءنا في البقية لا شك أنه يستجيب في هذا الرجل. أنا لا أريد أسمي الأسماء ولأنها لا لزوم لها. نعم، هذه هي حقيقة الأمر. نعم، إذن الأمة شيخ لا تنتصر إلا لما تكون مع الله سبحانه وتعالى. لا شك. نعم. نعم، لأن النصر من عند الله. نعم، لا نضطر بقوة ولا شيء. لا أبدا أبدا أبدا. وهذه كل التجارب حدثت حتى في عهده، وكم من فئة قليلة، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لما اعتمد المسلمون على عددهم وعدتهم بيّن لهم الله سبحانه وتعالى أن ذلك لا قيمة له وحده. نعم، في غزوة أحد مثلا. أيوة. في حين يعني في غزوة بدر. نعم، وكانوا يعني أكثر عددا بالنسبة للعدو. نعم، وأكثر عدة، ومع ذلك هزمهم المسلمون. نعم أكبر. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وحفظك الله تعالى. إذا شيخنا، يعني نحن نرجع إلى موضوعنا الأول، هو تلك السلسلة المباركة الطيبة توقفنا عنها بسبب مرضكم، نسأل الله العظيم أن يرزقكم الصحة والعافية، وغيابكم يعني الذي كان له أثر في تأخرنا عن هذه السلسلة. حدثنا شيخنا عن الحلقات السابقة مسألة الغرر، بيع وسلف، وعن الغش والخديعة والتدليس واكتمال البيوع. كذلك تكلمنا في هذه المواضيع، ما هو الصرف، ما حكمه، شروط صحة الصرف، هل يجوز صرف الدين إذا لم يحل أجله. المهم عموما مواضيع كثيرة. توقفنا شيخنا عن موضوع التسعير وتحدثنا فيه قليلا، ولم صراحة لم نتمه تقريبا حسب أني الذي أعرفه طال الزمن. لكن شيخنا، حكم التسعير ما هو، وهل يجبر التجار على البيع بالسعر المفروض عليهم إذا كان في ظروف، أو هل في ظروف معينة يجبر التاجر أن يبيع بسعر معين أم لا؟ هو إذا كنت أو كنتم لا تتذكرون يعني بعض النقاط، أنا لا أتذكر شيئا، ولذلك سأحاول. طال الوقت يا شيخنا، طال الوقت. طال الوقت والذاكرة ضعفت. كذلك. نعم الله. نعم، نتحدث إن شاء الله عن التسعير. طيب سيد. والتسعير واضح، هو من الكلمة، من اشتقاقها، هو وضع سعر للبضاعة بطبيعة الحال، لا يضعها صاحبها، وإنما تضعها الجهات المسؤولة، مؤسسات والله غيره، والله إدارات. نعم، هي التي تملك ذلك. فسؤالكم وجيه، هل يصح هذا في الشريعة الإسلامية، أو هذا ممنوع، أو هو يصح في بعض الأوقات لظروف ما ويمتنع في بعضها الآخر لظروف ما؟ نعم،
هي الحقيقة المسألة من ناحية فقهية خلافية، اختلف فيها الناس، فبعضهم أباح التسعير مطلقا وبعضهم منعه مطلقا، القسم الثالث رآه جائزا في بعض الأحايين وغير جائز في البعض الآخر. الذي أجاز التسعير مطلقا، ولعلنا نؤخره هو في النهاية، لكن الذي لم يبيح التسعير نهائيا، قال لأن المسائل التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تحدد مسألة الربح، وهذه يبينها الحديث الذي كلف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بأن يجلب شاة يبيعها في السوق، فباعها الرجل وأخذ بها شاة أخرى واسترد الدينار الذي أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأكثر من الضعف. إذن هذا الفريق يرى أن هذه حجة لمن لم يرى قضية الربح محدد بثلثة وبغيرها. نعم جميل. والجماعة الذين يعني لا منعوا مسألة هذه الذين منعوا مسألة التسعير، هذه حجتهم. ومن أباح قضية التسعير، وزيادة على ما قلنا في الأول، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني طلب منه أن يسعر لهم، وكلمه بعض الصحابة، والحديث معروف، غلى السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ قال إن المسعر هو الله والقابض الباسط الرازق، وبين السبب حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ولا توجد مظلمة في ذمته بينه وبين بقية الناس، ففهم منها الناس أن التسعير ممنوع، نعم، لأنه يؤدي إلى قضية التحكم في أملاك الناس وأرزاقهم، وهذه مسألة لا يملكها ولا يحددها إلا الخالق. هذه بالنسبة لي. وبعضهم قال نعم منع التسعير له ظروفه، لأن الناس كانوا يعني في حياتهم كان يثقون أو يثق بعضهم ببعض، ولم يبلغهم أو يلحقهم الجشع الذي يلحق الأمة في بعض السنوات، وبالتالي كانوا يعتمدون على ديانة التجار، نعم، وعلى مراعاة التجار لإخوانهم، نعم، بقية الناس، فيراعون ظروفهم من حيث الفقر وما إلى ذلك. هذا بالنسبة لمن رأى أن التسعير جائز في بعض الأحايين ولم يجوز في الأحايين الأخرى، بسبب أن التسعير هذا هو تحكم في أملاك الناس وإجبارهم على البيع بثمن ما، وهذه مسألة لا يرتضيها الإنسان، ويراها يعني كأنها جبر له على أن يفرط في بضاعته التي وضع الخطط للاستفادة منها طول حياته. إذن هذه عنا المذاهب أو الوجوه الثلاثة وجدت في الفقه الإسلامي، نعم، وكل يستدل لمذهبه من الآثار والسنن وغير ذلك. ما ترجحون شيخنا في هذه المسألة؟ نعم، ماذا ترجحون في هذه المسألة؟ أو عند المالكية مثلا، يعني المعمول به عند في المذهب المشهور، في المذهب يعني هو كل الأقوال هذه موجودة في حتى في المذهب موجودة، حتى في المذهب موجودة، حتى في المذهب موجودة. نعم، وما أنا لا أعرف شيء معين، لكنني أنصح من له، نعم، لا، حتى من يقرأ ومن يتابع الأمور الفقهية بأن يرجع إلى تبصرة الحكام لابن فرحون. نعم، فقد أفاض في ذلك، ولذلك نجد ابن القيم اعتمد عليه في كتابه
أهل الذمة. لا ليس أهل الذمة، وإنما صحيح عنوان مناسب. نعم عنوان مناسب سأذكره إن شاء الله، لكن الآن ضاع مني. نعم ضاع مني. الطرق الحكمية لابن القيم هو. أي ابننا. نعم هذا اعتمد فيه اعتمادا كبيرا على ابن فرحون. ابن فرحون. ولأن المالكية تعرضوا في هذه المسألة، ويبدو أنه لم يجد عند غيرهم كبير شيء. نعم ولذلك تحدث عنهم ونقل من كتبهم الكثير. نعم طيب شيخنا، لعل بعض الناس يعني لا يسعر، يعني يبيع بالسوق لكن يبيع بالسعر على الشخص الذي يأتيه، يعني لو جاء غافل يبيع، يعني احنا نقوله يعطيه على راسه، وكان جهل يعرف وكذا يعطيه بالسعر اللي معروف في السوق. فهل يجوز ذلك أن يعامل الناس بطرق مختلفة؟ وهذا غش، يعتبر هذا غش للإنسان الغافل؟ هذا يعتمد إذا كان ما ذكرته ينطبق على بعض الناس، يعني بحيث يستغل غفلته وجهله بالأسعار وما إلى ذلك، يقوي عنده السعر، لهذا ممنوعا. نعم لكن بعض الناس يسألون بطريق آخر. طيب. وهو مسألة هل يجوز للتاجر أن يساعد بعض الناس فيخفض لهم في الثمن؟ نعم بدل التسعيرة العادية ديناران مثلا، يبيع لهم بدينار ونص مثلا، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذه هو يعني له المال حسب حالة الإنسان الذي أمامه. يعني نعم بالنسبة، لكن بشرط أن يكون مش بحسب حالته من حيث جسمه وما إلى ذلك، لكن من حيث حالته المادية. نعم أيوة. المادي هو أيوة. نعم رجل يعرف السوق ويعرف الناس والزبائن يعني. أيوة نعم بالضبط. فهذا الموجود. نعم شيخ، في مسألة كذلك كي نريد فيها توضيح أكثر، يعني ممكن نطلع من التسعير شوية، شراء الذهب والفضة بالأجل أجوز ذلك أم لا؟ هي مسألة خلافية أيضا، لكن جمهور العلماء عندهم غير جائز بالأجل. إيه بالأجل. نعم لأن هو النقود، لأن بالنسبة للذهب والفضة نقداني، والتعامل بهما يعني بفضة بفضة ولا ذهب بذهب أو فضة بذهب، هذه كلها من قبيل الصرف عندهم، وهو داخل في البيع، لكن هذا قسم خاص وهو الصرف. هذا يعني مقيد بمسألة التقابض. نعم يعني هات وخذ، يعني نعم. خذ وهات. نعم. فهذه المسألة إذن أكثر العلماء عندهم ممنوعة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة نقدان، والنقود من باب الصرف، ولذلك لابد من التقابض فيها. لكن ذهب بعض العلماء، ومنهم أعتقد ابن القيم وحتى بعض المالكية، لكنه قول ضعيف في المذهب، يعني أن الذهب والفضة في هذه الحالة تعتبر سلعا، وبالتالي يعني سلع بنقد جائز. فعندهم إذا يعني كانت مصوغات أو شيء من هالقبيل، هذه تتحول من قضية النقد إلى قضية السلع، وبالتالي لا شيء عندهم ولا حرج في التعامل بها. نعم لكن كما ذكرت قول ضعيف في المذهب، وأما القوي والمعتمد في المذهب أن ذلك ممنوع. بارك الله فيكم شيخنا. الشيخ المماثلة في البيع استبدال الذهب، إذا نأخذ اتصالات تفضل يا أخي. نعم نعم إذا نأخذ اتصالات اليوم إن شاء الله تعالى، ونؤجل بعض المواضيع مع الشيخ حفظه الله. انتصار تفضلي يا أختي. انتصار من مصر، تفضلي. انتصار أهلا وسهلا بك. تفضلي مصر. انتصار أهلا وسهلا يا أختي، يبدو أن ما تسمعش فيها. نعم عبد الرحمن بن غازي، تفضل عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. يا عبد الرحمن. جميلة تفضلي يا أختي جميلة من جدابي، تفضلي. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم بداية وفي قناة التناصح على البرامج القيمة. بداية نحب نحيي الشيخ الوالد حمزة أبو فارس ونحمد الله على سلامته. الحقيقة هو كان في فترة مرض ونحن كنا كذلك قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى وندعو لأنه هو ربي يشفيه، فالحمد لله أن ربي شفاه وأسأل الله يطيل في عمره على طاعته ويعطيه الصحة والعافية. كل مشائخ دار الإفتاء وكل مشائخ دار الإفتاء اللي هم تاج على روسنا ونفتخر بهم لأنهم علماء صدحوا بالحق في وجه سلطان جائر ولن ننسى لهم ذلك ما حيينا. سؤالي يمكن عندي سؤال بعيد عن الحلقة لو تسمح لي. لا فيش مانع فيش مانع، تفضلي يا أختي. أهلا وسهلا تفضلي. السؤال هي قصة المرابحة الإسلامية. طبعا المواطن الليبي ما يصدق يلقى متنفس عشان يتنفس منه ويمشي حياته وحياة أبنائه. فالمرابحة الإسلامية في مصارفنا بعض العلماء يقولوا ربا شروطها غير مش حلال يعني، وبعض يقول لا انتوا اطلعوا على الشروط في المصرف. المصارف لما تمشي لها تقولها بنطلع على شروط العقود او كذا ما يعطونش المواطن. المواطن قاعد في حيره بين كيف ما نقولوا بالعاميه بين الشر اللي عايش فيه للاسف وبين المصارف ما تعطيش وبين علماء يقولوا الشروط مش حلال، يعني كيف ما نقول العيشة ضاقت على المواطن. فهنا شنو الحل؟ شنو يدير المواطن؟ الشيء الثاني السحب على الحمر. لما نلقى حد في المصرف سحب على الحمر وتقول له هذا حرام يقول لك وانا شنو نبي ندير نموت من الشر؟ تقول له راهو ربي اللي يرزق. للأسف يقول في جملة يمكن نحن هنا نلومه على المواطن بس برضو بطون أبناء الجوع ما ترحمش، يعني عياط أبناء من الجوع ما يرحمش. يقول لك باهي ربي ليش ما رزقني والله فتح علي البلاد الخاربة عشان نحن نعيشه. فأنت هنا أنا عندي يقول لك أنا قاعد نلف في المدينة في سيارتي مش قادر رد للحوش لأن يرقدوا العيال لأنهم جيعانين. يعني وصلت بالمواطن اللي بيبكي. الشيء الأخير للأسف نشوف في الليبيين فرقتهم يعني الأمور السياسية. مرتك يسمعوا تصريح للمفتي التيار كذلك يقول هذا اللي فتن ليبيا، التيار الآخر يقول لك كذا. أنت مثلا مش محترم شخص المفتي أو مش مقتنع به بس قول راهو راجل عالم يعني أراءه في الأمور السياسية أنت مش عجبتك، لكن أنت أثني عليك كرجل عالم ما يختلفش عليه اثنين. خذ منا أمور دينك ما تأخذش منا يا سيدي أمور السياسة مش عجبتك خليك على رأيك ربي يهديك، لكن نبي نرسخه في ليبيا الشيء اللي بك متوجه ترسخه مبدأ احترام العلماء مهما نحن اختلفنا مع رأيهم. ما نقصدش التعبد والتبرك بهم أو تمجيدهم، نقصد احترام حتى حول إن عالم هذا راجل كبير في السن زي والدك. بارك الله فيك شكرا. يعني التوقير. بارك الله فيك يا جميل شكرا. بارك الله فيك شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبات وكذلك تقديرك لأهل العلم حفظك الله يا أختي بارك الله فيك. نعم وليد من طرابلس تفضل يا وليد. مرحبا يا وليد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك أنت والشيخ حمزة أبو فارس وشرفنا. الله يسعدك يا وليد بارك الله فيك أخي الحبيب شكرا. والله ما نطولش على المتصلين الشيخ عبد الباسط زي ما كان حصل الآن الأخت أطالت يعني في السرد على الشيخ الصادق ولا نقول فيه إلا ما يرضي الله الحمد لله. الله يفتح عليك. ولكن أنا استفساري يا شيخ عبد الباسط والكلام للشيخ حمزة زكاة العسل. زكاة العسل نعم. احنا مربي النحل فيه من مربين ما شاء الله توصل المنتجات عندهم للقناطير يعني ما شاء الله 3 قنطار و4 قنطار وارقام كبيره تبارك الرحمن. الله ولكن ما طراش الحديث قبل ما بين النحالين حتى في الجمعيه بخصوص زكاة العسل وما هو نصابه وكيف تتم زكاته. طيب حاضر حاضر شكرا يا وليد. سؤال ثاني تفضل تفضل وليد تفضل. بخصوص امكانيه الاشتراك في التامين الاجباري أو التأمين الشامل لخلايا النحل بما يصيبها من حرائق لا قدر الله أو سرقات وما هو حاصل الآن. الناس تودع في النحل في السدر وفي الحقول وفي الجبال بعدين يرجع يلقى الخلايا متاعها مسروقة يلقاها يلقاها تم الاعتداء عليها يلقاها أكلتها النيران ضاعت بسبب حرارة الجو ضاعت بسبب السيول. فنبغى رأي الفقه والدين في امكانيه التامين على الخلايا عبر شركات التامين المتاحه في ليبيا. حاضر حاضر بارك الله فيك يا وليد. تفضل. نعم ناصر بغازي تفضل يا ناصر اخي ناصر بغازي تفضل. نعم يا ناصر.
انتصار، تفضلي اختي انتصار من مصر، رجعت معنا انتصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليك طيبة يا شيخ. اهلا وسهلا يا اختي، مرحبتين بك. نورت يا شيخ وكذاك في الحلقات الماضية، ونحيي الوالدة سيدة حمزة، إن شاء الله ربي يعطيه الصحة والعافية. آمين. دائما صراحة من محبين حلقاتها، كل يعني من يديروا معانا حب الاستماع إليه ولكلمة الطيبة. الله يفتح عليك. أكيد نذكر كلام الأبلة اللي قبل المفتي وكل المشايخ. بالنسبة للسؤال أنا على التجارة، يعني تكلموا اليوم فيه بعض المحلات يا شيخ مثلا فيه السلعة ما قريب يعني في التاريخ بتقول استهلاك خلاص يعني، فبيبيعوهم بربع القيمة أو مش عارفة رمزي. أنا سؤالي هل على التاجر شيء؟ لأنه مرات 10 أيام فقط هاي مش هاينة عليه يعني، يعطيها حتى صدقة لله، هذه بتطيح يعني منها المدة. وشنو علي أنا لو اشتريتها لأسرتي مثلا؟ يعني أسرتي خذت مثلا حليب أو خذت أي سلعة أسرتي، تمام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، تتذكر في سؤالي مع الشيخ بوعجينة عن الزي الاشتراك في الصلاة يعني في هذاك الوقت شيخ ما فهمنيش الشيخ ابو عجيلة. ايه انا فهمتك، ما وضح لك بعدين ولا وضحنا لك تقريبا مع الشيخ سامي. لا وضح لي مع سرقته مني يا شيخ. ايه لا وضح لك. الكلام اللي قال علمني الكلام وقال في تلبس يعني هي تضحك روحها قال لي بالكلام. انا لبست بنت مسلمه لبست زي الزي التقليدي العادي بتاع التمريض اللي هو ما تحت الركبه من احترام للشيخ وكل المستمعين، يعني محتشمه. اقصد لي في التمريض مرات واحده في العنايه مرات في التناوب، يلا نلبس عبايه يلا بنصلي ونعزي الدكتوري. اقصد هل البدله اوطى من الركبه واسعه وقماص عادي ومعها وشاح اللي هو المحرمه الطويله عادي يصلي فيها ولا لا؟ اقصد هذا. السؤال الثاني يعني في سو مع اخواننا المسلمين ان شاء الله ربي ينصرهم النصر الاخر اكيد، بيقول لك والله يا من علامات القيامه ان تحرير القدس والحاجات هذه اللي يقولوا فيها مثل الخشوع ولا شيء، بس بيرهبوا الناس بيخوفوا الناس يعني مش مصدقين المسلمين صعبه. طيب شكرا انت صار، بارك الله فيك يا اختي. نعم، اذا شيخنا بارك الله فيك، ناخذ بعض الاسئله نجيب عليها حتى ما يدركنا الوقت. الاخت جميله الشيخه تقول قصه المرابحه الاسلاميه، يعني بعض العلماء يقول ربا وبعضهم يقول لازم تطلع على العقد قبل ما تدخل في هذه المرابحه، تمشي البنك وتطلب من العقد، لازم تعرف تطلع يعني. اذا ما الحل يا شيخنا؟ كيف الحل في هذا الموضوع؟ هذا الذي ذكرته الأخت صحيح. وطبعا هو كمثل لابد تطلع على العقد، هذه قضية مضبوطة، لأن أنت كمسلم لا يحل لك أن تقدم على عمل شيء حتى تعلم حكم الله فيه. وإذا لم تطلع على العقد الذي هو عهد بينك وبين الشخص الثاني مقابل، كيف تعرف أن هذا حلال أو حرام إلا باطلاعك على العقد؟ ولذلك يعني ربما يكون كلامها صحيح من حيث أن بعض الموظفين في البنوك يعني ما استوعبوش الفكرة أو كانوا غير مؤمنين بها، وبالتالي نعم يتصرفون تصرفات نعم يبعدون الزبون بأي طريقة وتنتهي العملية. ولذلك نحن نوجه إلى إخوتنا في المصارف بأن هذه مسألة دين، مسألة حلال وحرام، مسألة أجر وإثم، ولذلك لابد أن يساعدوا الناس ويفتشون لهم عن المسائل الحلال التي عندهم، وإذا كانت المسألة غير حلال لابد أن ينصحوا، لأن هذه أيضا لأن هذا واجب عليهم كذلك تجاه إخوتهم المسلمين. ولذلك نعم هذه المسألة بمناسبة كلام الأخت نوجهها إلى الموظفين في المصارف، وهم إخوتنا ومسلمون، ولا شك أن يهمهم مسألة الإثم ومسألة الأجر. نعم، فلا بد أن يشتغلوا معهم وأن يفتشوا لهم عن العقد الذي جرى. ومعروف أن المرابحة يعني المصرف لا يمكن له من ناحية شرعية أن يبيع هذه السلعة التي اشتراها إلا بعد
دخولها في ملكه، هذا شرط. نعم، إذا دخلت ملكه يجوز له أن يبيع، ولها أحكام كثيرة للمرابحة، منها قضية الثمن لابد أن يصح به، لأن البيوع أنواع، ربما ذكرناها. نعم، لكن بيع المساومة، نعم، هذا تزيد وتنقص حسب رغبتك وتتفق أنت وهذا البايع. نعم. وبيع المرابحة ليس كذلك، وإنما لابد أن تذكر له ما تكلفت عليك السلعة به، توضح له ذلك وتطلب ربحا، هذه هي المرابحة. لكن في كل الحالات السلعة لا يمكنك أن تبيعها حتى تدخل ملكك، فإذا دخلت ملكك بعتها، نعم، كما تريد، كانوا بالاتفاق، بمرابحة بنسبة، وكان هي بمساومة من جديد حتى يجوز. نعم. كذلك. نعم. فإذا لابد من أن تتوفر هذا الأمر، أن تدخل ملكك. فأنبئت أن بعض المصارف يشتري سلعة ولا يتم عقدها بينه وبين البائع، بل مبدئيا هكذا كأنه يفترض أن البيع قد تم، ثم يبيعها من شخص آخر قبل أن تدخل ملكه. ولذلك الشرط أن يكون الملك تاما، زي ما يشترط الفقهاء في قضية الزكاة لما يتكلموا عن الأموال التي تزكى، فيتكلمون عن مسألة الملك التام. هذا الملك التام لما تستطيع أن تصرف هذه السلعة خلاص، لأنها تبت ملك. وبهذه المناسبة، بعض الناس يظنون أن الملك التام هو عبارة عن أنك دفعت ثمنه. لا، دفع الثمن هذا لا يدخل معنا في هذه المسألة. لا، أن تكون السلعة معلومة، وأن تكون الأجل أو الحال معلوم. نعم. ومسألة أخرى، أن يكون بيع مساومة، والله مرابحة، والله تفاصيل البيع كذلك، لابد أن تبين ذلك. وأما أن تدفع الثمن أو لا، هذا على حسب ما تشترطون، على حسب ما تراضون. يعني أحيانا، نعم، عربون أحيانا، لا، بعض الناس، نعم، يشترطون العربون. نعم. نعم. لكن العربون اللي هو أحكامه أيضا. نعم. صحيح، يسموه بيع العربان. نعم. وبيع العربون اثنين. نعم. لفظين. نعم. لكن العربون هذا يجرنا إلى مسألة أخرى خارج الوه، لكن لا بأس أن بينها، وهي مسألة إذا يعني اشترط صاحب السلعة على المشتري أن يدفع جزءا من الثمن، هذا بيع العربان. لكن كيف هذا؟ هذا له طريق حلال وطريق حرام. إذا كان اشترط أنه إن لم تتم البيعة، لأنه في حالة خيار قاعد، إن لم تتم البيعة فسيرجع إليه ما دفع، هذه ما فيها شيء. نعم. وإذا اشترط عليه أن النقود قد ضاعت وأكلها صاحبها بناء على تأبي هذا المشتري، فهذا ممنوع. نعم، هذا بيع العربان. العربون، نعم، كنا نتكلم عن ماذا؟ نعم، عن المرابحة. أيوة. نعم، شروطها وكذا تكلمت. نعم نعم نعم، نحكي على قضية لابد من تبيان. نعم. يعني الثمن الذي تكلفت هذه السلعة عليك به. نعم. نضرب مثال شيخ، مثلا سيارة مثلا. نعم، سيارة ب50,000 مثلا. مثلا. نعم. نعم. تمام. وأنا أريد 10 بعدها. 40 مثلا. هي 50. نعم. قلنا 60. 60 بالضبط. 40 بعدها نقصناها. نعم. نعم، هذه ضرورية. نعم. أو نقول 5,000 زيادة. تمام. أو نقول 10 نسبة. تمام. كذلك نفس القضية. فهذا بيع المرابحة، لكن إذا لم تذكر له الثمن هذا ليس بيع مرابحة، لا، هذا بيع مساومة. السيارة هي أمامك، كم تعطي فيها؟ نعم، نعطي فيها 10,000، 30,000 اللي هو مساومة. نعم، نعم، مساومة هذه. نعم. أيوة. نعم. تأخذ. نعم. وتعطي. نعم. يعني ذكرناها فيما سبق، يعني في بداية الحلقة ذكرنا الفرق بين المساومة وغيرها. نعم، نعم، صحيح. فعلا. طيب شيخنا، لو الإنسان هو غافل، المشتري غافل وعنده ثقة في هذا البنك، يعني
عنده ثقة في هذا البنك وفيه يعني هيئة رقابة شرعية، ويأتي ويتم الموضوع، كيف الحل يعني؟ هل عليه إثم مسكين هذا الرجل؟ هذه مسألة مهمة التي ذكرتها وأنا نسيتها، هذه كانت إجابة هي للأخت اللي كانت سألت، لأن كيف يسألون كيف العمل في المسألة هذه؟ بالضبط. يذهبون المصارف فيصرفونهم. إيه؟ العلاج هو السؤال عن لجنة الرقابة الشرعية في المصرف، ما تسألش على العقل. هل عندكم لجنة شرعية؟ لجنة رقابة شرعية أو تمام. لا؟ تمام. هذا السؤال عادي يعني؟ إيه؟ كان قالوا عنا احنا فقط نبي رقم هاتفة، حتى ما نبي نبيك تقابلني معاه والله ربما مثلا نعم نبي نسأله، لأنه هو هذا الرجل ثقة مسؤول. أيوة. مسؤول أمام الله عز وجل هو هذا. ولذلك يعني السؤال عن اللجنة وأخذ هاتف أحدها نعم. فهذه مهمة تحل الإشكال. إذا كلمني هذا اللي في اللجنة الشرعية أسأله، هل أنتم هل مصرفكم هذا ومعاملاته تحت رقابتكم أو لا تدرون عنه شيئا؟ كان قال لا والله ما احنا غرنا اسم، خلصت هنا ما نعم مثلا، ويدخل تحت المراقبة والمراجعة ونحن مسؤولون عن ذلك، انتهينا. أيوة. أنا مش كل شيخ، الناس كلها بسطاء، مش الناس كلها متعلمة، يعني ناس مساكين تثق في هذا المصر نقول مرابحة إسلامية بيجي ويقدم وخلاص يعني. لكن سؤال اللجنة ما نظنش يستحق عالم. أي بالضبط. أي لا خلاص هو أيوة يعني هذا تحت العمليات، هذه تحت رقابتكم والله لا. مسألة سهلة هذه جدا جدا. نعم. طيب شيخنا، الأخت نفسها جميلة مسكينة تتألم من موضوع أن تشوف بعض الناس في البنك يأخذوا على عليه تقول سحب على الأحمر، يأخذوا يعني قرض يعني، بهي ليش يقول وبعض الناس والعياذ بالله لما هي تنهاه وأتكلم يعني يقول ليش ما ربي ما رزقنيش يعني، يقول إن أولادهم جوعانين ناسهم جوعانين يعني، طبعا كلام هذا خطير يعني، يقول ليش ربي ما رزقني وكذا، استغفر الله. هذا لا يقوله مسلم. لا بالضبط. لا ما تنفعش. ايه؟ هذه ايه؟ الفقر والغنى بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. والقضية قدامنا احنا في الـ في الـ في الـ حتى في هذه الحياة الدنيا وعند قاربنا وعند أصدقائنا وعند الذين لا نعرفهم كذلك إلا من بعيد، يعني بعض الناس تركهم عائلهم والدهم وغيره فقراء يتكففون الناس، وإذا بفترة بسيطة جدا وبهم أغنياء الناس، والعكس كذلك في من ترك له والده آلاف مؤلفة ملايين، وتو الآن في ليبيا معاش يعدوا بالآلاف، توعد الملايين توعد بالملايين والمليارات، لا ترك له ذلك، وإذا به في صباح ليلة أصبح فقيرا معدما. هذه موجودة بكثرة. نعم. نعم. أيوة. هو الذي أغنى وأقنى سبحانه ولذلك وتعالى. أيوة. ولذلك هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فيكثر المسلم من الدعاء أن يرزقه الله ويزيد معه رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا. نعم. حلالا طيبا مباركا. نعم. حفظك. نعم. الله شيخنا. اذا ناخذ بعض المكالمات ثم ناتي الاخ وليد يسال عن زكاه العسل وكذلك خصوص الاشتراك في التامين الاجباري او الاختياري بالنسبه لخلايا النحل. نعود نتكلم مع احمد من زليطن، واسف على التاخير يا احمد، وكذلك اسامه من طرابلس وام اسامه. تفضل يا احمد. هاي عذرا يا احمد على التاخير. احمد من زليطن انفصل، اسف جدا والله، نعتذر يا اخي احمد. لو تعاود يا احمد لا باس. اسامه من طرابلس تفضل اخي اسامه، تاخرنا عليه حتى اسامه شكله افصل. ام اسامه يعني، ام اسامه تفضلي. مرحبا يا ام اسامه. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا باختي، يا اهلا وسهلا، تفضلي يا اختي تفضلي. حمزة أبو فارس الجليل، الله يحييك. الله وتحياتي يحييك. لدار الإفتاء، الله يبارك لما تحمل من مشايخ وعلماء. الله أكبر، بارك الله فيك، بارك الله فيك، وربي يحميكم إن شاء الله، وربي يقدركم ويجزيكم الله بكل خير. اللهم آمين. وأنت كذلك يا أختي. اللهم آمين. ولجميع الأخوة المسلمين يا رب العالمين. أيه. اللهم آمين. يا شيخنا أنا بنعقب على كلام الأخت جميلة اللي كانت تتكلم توا. فضلي يا أختي. أيه. طبعا طولي شعرنا بس في القرآن. لا إن شاء الله ما نطولش، بس أعطوني مساحة يعني، يعطوني فرصة شوية بس.
مساحة قليلة يعني باش حتى نعبر. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول قبل السؤال الأول نبي نعقب على الأخت جميلة بما قالت إن هي يعني في ناس يسحبوا على الأحمر ويقولوا والله إحنا ما لما يشكوا ويقولوا إحنا عندنا ناس مرضى وناس كذا وناس يعني ناس عندهم عيال وعندهم ظروف صعبة وعندهم يقولوا لهم ينوضوا يرد عليهم يقولوا لهم إحنا شنو وش بنديروا لهم إحنا ما عندنا ما بنديروا لهم. يعني هذوما الناس هذو صمت مذكورين في القرآن يا شيخ. نعم. يعني زي مثلا في سورة البقرة وفي سورة التوبة لما قالوا تريدون أن نطعمهم لو أراد الله أن يطعمهم يعني. نعم. إحنا شوين بعدنا عليهم إحنا. نعم. في زمان ما هداي صح المسألة خطيرة يعني هم صح. أيوة في سورة ياسين يعني وإذا قيل لهم أنفقوا يا دكتور. نعم. وإحنا في بلاد إسلامية والحمد لله وإحنا مسلمين وليبيا معروفة ما بين طيب. بلدان كل العالم تشتهر طيب. بالإسلام طيب أم أسامة أعطيني سؤالك لو سامحتي حتى لأن في متصلين كثر يعني وصلت رسالتك. شكرا أم أسامة. إن ليبيا الحمد لله مليون ونص حافظ القرآن الكريم على مستوى الكرة الأرضية. طيب أعطيني يعني سؤالك يا أم أسامة. العالم كله يشهد عليه هذا. بارك الله يعني فيك. يعني من العيب ومن الحرام إن الكلام هذا ينقال في صحيح. وسط مصارف. والسؤال السؤال الأول بتاعي فتلي. اللي هو بنقول لك في المصارف وفي جميع المصارف ليبيا ليس بطرابلس وإلا بضواحي طرابلس وليس بالشرق أو بالغرب اللي بالجنوب كلها. طيب أعطيني يعني سؤالك يعني بس ليبيا كلها. أي بسرعة يا أم أسامة. جميع المصارف. نعم. ليش بدت ظاهرة ظاهرة هي ظاهرة خطيرة واللي هي اللي يمشي يسحب وعنده 1000 دينار أو 2000 دينار يقولوا له على كل 1000 دينار تعطي 100 دينار ونجيب لك راتبك نسحبه لك من المصرف. وين 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 دار الإفتاء من هذا كله اللي قاعد يصير يا شيخنا؟ احنا ناس يعلم بينا الله يعلم بينا الله احنا ايش نعانوا في البلاد من جميع الوسائل. بعطيني سؤالك الاخر الحياة. من غير تعليق يا ام اسامه لان الوقت ضيق والوقت بينتهي. اعطيني سؤالك الاخر وفهمت خطير يعني ظاهر. طيب 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 اعطيني سؤالك الثاني يا ام اسامه لو سمحتي سؤالك الثاني. حاضر حاضر. ونرجو من دار الافتاء ان تطلع تكلمت دار الافتاء تكلمت كثيرا وشيخ حمزه من ضمنهم بارك الله فيه وتكلموا على المسائل. اعطيني سؤالك بسرعه لو سمحتي. عمرك وعمره يا الله ربي يحفظكم. آمين. ان شاء الله. آمين. وربي يقدر شيخنا ان شاء الله. طيب سؤالك الجليل حمزه وان شاء الله ربي أمين. يطول في عمره. أمين. باذن الله وان شاء الله ربي يعطيه القدره انه يفهم الناس ويفقهم. طيب يا اختي اعطيني سؤالك لو تكرمتي. يلا يا مسامة شكرا جزيلا. ابو احمد من طرابلس تفضل يا ابو احمد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي ابو احمد. بارك الله فيك يا شيخ ربي يحفظكم ويزيدكم مقام ان شاء آمين. الله يا امين يرفع مقامك يا اخي. بارك الله فيك يا ابو احمد. الله يبارك فيك. بالله يا شيخ عندي سؤالين. السؤال فضل. الاول نعم. شو راي الشيخ في البيتكوين او العمله الرقميه؟ في العمله الرقميه طيب هاي. ايوه. والسؤال الثاني طبعا في ملاحظه ان السوق الليبي إيه؟ ان تمشي حاجه من 95% من المحلات تعطي له 10 يقول لك ما عنديش ربع جنيه خذ حلوى. طبعا الظاهره هذه كاثره بشكل كبير يعني هو يبيع في سلعه يعني بطريقه غير مباشره وفي نفس الوقت يعني انت تجي شو ايوه شوف ربع جنيه ربع جنيه يعني مبلغ يعني مش مبلغ بسيط. نعم. واحيانا توصل 50 قرش وفي شيلات يعبي لك بمبلغ مازال ربع جنيه يقول لك ما عنديش ربع جنيه هو عنده لكن كله يعني كسب ياخذه تمام بغير حق يعني تمام. أنت تمشي تمشي لاوروبا طيب ابو احمد يقول لك ما في ماي السر يعني قرش واحد يرجعه لك طيب. بس الحين قرش يشده عنده في المحل الله المستعان لكن احنا ربع جنيه ياكلوا فيه هذا اللي بيتعرف على النقطه هذه ينصح ان شاء الله ان شاء الله نلحقوا يا رب ان شاء الله نلحقوا على الاجابات لان الوقت ضيق جدا وان شاء الله نلحقوا عليهم. حواء من نصرات اخر اتصال اخر اتصال. نعم حواء. نعم انقطع الاتصال بحواء. طيب يلا خلاص شيخنا ما زال 5 دقائق لكن الاسئله كثيره. الناس كلهم مشتاقين الى سؤالكم وعلى التواصل معكم حفظكم الله تعالى. شيخنا وليد من طرابلس يقول زكاة العسل كيف تكون؟ ما هو نصابه؟ يعني نقول بثلاثة قنطار وأربع قنطار تبارك الرحمن يعني ما شاء الله كيف زكاة العسل؟ هي هذه أولا ليست قاعدة. مسألة هذه سلعة ربحها كثير لا يمكن حتى تقديره أحيانا من كثرته وسلع أخرى أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة. مسألة العسل زكاتها فيها خلاف قوي مش خلاف عادي يعني بالنسبة للأئمة الأربعة كما أعلم لا يرون الزكاة فيها
لا في كثيرها ولا في قليلها. وإنما الزكاة ذهب إليها أو زكاة العسل ذهب إليها بعض العلماء، سواء كان من الفترة القديمة قليلا وفترة الحالية يعني من المعاصرين، هذه ذهبوا فيها إلى أن العسل تجب فيه زكاة. بالنسبة لي أضرب له مثلا حتى يطمئن السائل والسائلة، لا أعرف يعني السائل. نعم وليد. نعم. الذهب فيه زكاة والفضة فيها زكاة ولها نصاب 200 درهم، الماس وهو معناها يعتبر أغلى معدن غالي جدا نفيس. نعم. وغالي نفيس. ولا زكاة فيه إلا إذا اتخذ للتجارة. الحاجات اللي تتخذ للتجارة موضوعها بروحها، فيها عروض التجارة. أيوة تكلمنا فيه احنا. لا إذا إن شاء الله سنتكلم فيه ونعرف أن عروض التجارة مهما كان حتى ولو كان ترابا، واحد يبيع مقطع ولا حاجة تاع تراب ولا حجر ولا غيره واتخذ ذلك تجارة، هذه إذا مر حول على ما حصل له من الأموال منها. نعم. يجب عليه أن يزكيها مش في عينها، في المال. أيوة. المال الذي المال. وصل بلغ النصاب بلغ الحول حتى في أي شيء. نعم. إلا في القاعدة. إلا في المعاصي. نعم. والحالات المحرمة. نعم. نعم. كالخنزير وغيره. نعم. فهذه إذن أن حاجات أغلى من الذهب والفضة ولم يقنن الشرع فيها نصابا ولا زكاة، ولذلك لا عجب ألا يكون في العسل زكاة وفي غيره من السلع التي هي أقل شأنا منه قد أوجب فيها المولى عز وجل الزكاة. فهذه نعم تختلف. جزاكم الله خير. شيخنا يسأل عليه الاشتراك في التأمين، التأمين على خلايا النحل، لأن ممكن جهة جائحة، ممكن كذا حريق وغير ذلك. تفضل شيخنا. التأمين نختصروا له الإجابة في حاجتين. تفضل. التأمين الذي يتحدث عنه هل هو تأمين تجاري وهو المعمول به في العالم كله، أو التأمين التكافلي الشرعي؟ تمام. نعم، هذا الفرق. كان هو سجل هذه الخلايا تاع أو ما من السلع الأخرى أو شيء آخر في في العقود هذه متاع التأمين التكافلي، فلا بأس بذلك، ما فيش إشكال أبدا. جميل. وإذا يعني يتحدث عن تسجيلها تجاري في التأمين التجاري فهذا ممنوع. نعم. ولو كان يؤدي إلى ربح درهم واحد. نعم. نعم. شيخنا الأخت أجاوبناه، الأخت انتصار وجاوبناه يعني مع الشيخ أبو عجيل والشيخ سامي السعدي. أم أسامة تقول في المصارف كل هناك ظاهرة خطيرة، يعني مثلا هي عندها راتب في البنك، فجاه واحد يقولها هاتي عندك ألف نطلع لك الألف واعطيني منهم 100 دينار، يقول جائزة هذه؟ هل هذه ليست جائزة أبدا على الإطلاق، لا تجوز هذه أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذه قضية يعرفها الخاص والعام هذه؟ الله المستعان. حتى ما تستدعيش حتى سؤال العلماء هذه. نعم نعم. طيب شيخنا أبو أحمد من طرابلس يقول ما رأي الشيخ في العملة الرقمية؟ لا أعرفها. نعم. إذا أقول شيخنا يقول لك في السوق الليبي الآن يتعامل في 75% يقول من السوق الليبي يتعامل بهذا، مثلا تمشي المحل تشتري حاجة بعشرة دينار أو يقول ب11 دينار، 11 دينار إلا ربع، فتعطيه ال 11 دينار ويقول لك ربع جنيه ما عنديش، خذ به مستكة، خذ به حاجة، خذ به 50 قرش. وكذلك يفعلون في محطات البنزين، لما تعبي بعشرة دينار أو عشرة إلى ربع أعطيني الربع، يقول لك لا خلاص ما عنديش ربع، هو بالعاني قال لك ياخذ فيه. إذا كان هذه المسائل يعني فعلت عمدا لأكل أموال الناس بالباطل فينطبق عليها ذلك، لا شك في ذلك، حتى ولو كان عشرة قروش. نعم. مش ربع. إيه. لكن إذا كان هذه تحصل أحيانا نادرة وفعلا ما عندهاش. إيه. مثلا وبرضاك أنت، برضاك القضية قضية رضا. نعم. لأن نعم. لا يجوز أن أيه. تأكل مال واحد وهوش ليك. نعم. وهو لا مسكين لا يستطيع أن يفعل شيئا. صلى الله يفتح عليك شيخنا ويمتعك الله بالصحة والعافية. آمين. ويبارك فيك وينفع بك الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير إخوة الأخوات. ختاما جئنا لنهاية هذا اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة بن فارس حفظه الله تعالى ومتع الله بالصحة والعافية، ونسعدكم الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.